يعني اليوم في وقفة احتجازية سلمية. عند سلمية عند مدير المصالح الفلاحية على المستحقات المالية لحملة تلقيح 2021-2022، ولم نجد أداً ساغية على خلاف ما أوصى به سيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بالجمعيات والمجتمع المدني عموما. من هذا المنبر نطلب السلطات المحلية على رأسها السيد الوالي اللي أرسلناه مرات عديدة بسيد الدخل، احنا في هذه المراسلات اللي درناها على بال المستحقات أرسلناه السيد الوزير السيد الوالي السيد المدير، شخص واحد اللي استجاب لنا هو النائب عبد الكريم بوناني اللي نشكره من هذا المنبر اللي استجاب لنا وكتب للوزير ولم يتلقى قط حتى الان، لانه شكرا مشكور على هذه المبادره. المهم كما سلف الرئيس الجمعيه اللي قاله راه في مشاكل عديده راه يعاني منها الطب البيطري، وخاصه الوقفه هذه اللي درناها سلميه على المستحقات اللي ما لحقتناش من 21-22، وما يخفى لكش باللي راه 52 ولايه خلصت وراهم غير 4 ولا 5 بينهم سعيده اللي ما خلصوش، رانا هضروا خاصه المستحقات. اما المشاكل الاخرى راه تجي دوك بشويه بشويه من بعد من بعد وتجيب يعني شويه يعطوا قدر يعطوا اهميه للبيطاري اللي راه ناهيك على كما قلت لك راه 52 ولايه خلصت قعدت 6 ولا مازال ما خلصوش، علاش الا كان كاش قانون اداري يطبق على الكل. ونناشد نناشد من هذا المنبر ان شاء الله باش الصوت تاعنا هذا يوصل للسيد الوالي والسيد المدير للمصالح البيطاريه الوطنيه وحتى الوزير الفلاحه. صاي المعاناه هذه تاع البيطاري بزاف والله العظيم، ديفوا كيما قال لك وقت الحمله والله ما تشوف ولادك كاع النهار، صاي التعب صاي تنوض تبكر كاين اللي تبكر له. نشكر كل البياطره الخواص اللي حضروا هذه الوقفه اللي مطالبه بحقوقهم وهي المستحقات 2021 و2022. هذه المستحقات نورمالمون حنايا نخلصوها في حينها ولا في وقتها، يعني راهم دايرين لنا روتار تاع عامين. هل من المعقول ان البيطري الدكتور بيطري طبيب بيطري يعمل في ظروف قاسيه في الصيف في الشتاء في الفاكسان؟ لو فاكسان هذا انا نديروه بور بروتيجي وبور هذا لو باتريمون تاعنا، هذا الثروه الحيوانيه نحافظوا عليها احنا كقطاع خاص بفضل التلقيح. احنا قمنا بواجبنا على احسن ما يرام رغم الظروف القاسيه، ترونسبور علينا واحد الامور ما ندخلوش فيها، معليش احنا نحافظوا على المكتسبات وعلى الثروه تاعنا، بالمقابل نصبروا حتى العامين ومازال ما نخلصوا. يعني اي عقل ما يقبلهاش طبيب بيطري دكتور يتسنى عامين باش يخلص، يعني راها رايحه الخطره اخرى ونفقدوا الثقه ما بيننا وبين الاداره. نقولوا احنا كبياطره ربما العام الجاي ولا اللي بعده ما نولوش نشاركوا كاع في هذه الحمله تاع التلقيح. حمله التلقيح اللي تقعد عامين وما تخلصهاش وتوصل حتى دير وقفه. كاين بياطره اللي راه عندهم ثاني هما ديون، كاين ديون تاع الدواء اللي صار يحطوا لهم الدواء يخدموا بصح يسالوهم يليق ثاني هما يخلصوا مستحقات تاعهم باش ينجموا يوفوا. كاين اللي عنده كيرا، كاين اللي عنده الكازنوز يخلص لي زامبو، امور كبيره. كان انا دايرين دي سكرتير عندنا في البيرو اللي يخلصوا حمله التلقيح هذه رانا كي نخدموها راها تشدنا 3 شهور ربع شهور خدمه. في هذه 3 شهور ربع شهور خدمه ما نخدموش حاجه كبيره، نخدموا غير التلقيح. اذا كان التلقيح على 2000 فرنك للراس تطيح لكل طبيب بكل صراحه تطيح له 10 ملايين 20 مليون في ربع شهور، يعني بزاف فيهم يقول لك ما نخدمهاش، نخدم عند ليلفير يعني ننشط الكابيني تاعي والحضور تاعي ونخدم ليلفاج نيشان نداوي ونخلص سير بلاص مع ليلفير ليلفير البسيط. يعني كل ما عرفناش الاشكال وين، واش من وين راه الاشكال في خلاصنا. بعد الوقفه الاحتجاجيه اللي قام بها صديق الاطباء البياطره الخواص باسم الجمعيه الوطنيه للاطباء البيطري مكتب ولايه سعيده، الوقفه هذه صديق شهي المطالب تاعهم هي عدم دفع مستحقات عمليه التلقيح لموسم 2022 باش يكون يعني في علم الجميع باللي وقت فات يعني على غرار السنوات الماضيه اللي كانت المستحقات تدفع على حساب سيتي دي فون
دونك هاد لي فون سيتا هما اللي كانوا منهم يخلصوا شاك اني لي كامبان دو فاكسيناسيون بما فيها سيتا حمله التلقيح وكذلك لو دوسي تاع لاندمنيزاسيون تعويض على الذبح الصحي الخاص بالمربين اللي يذبحوا الحيوان تاعهم بسبب مرض البروسيلوز والتوبركلوز. دونك ومن بعد يا يو ان شانجمون يعني فيما كانت تاع محاسبه سيتي دي فون هاد الخطره صديق تبدل ولات ميزانيه وليت يخلصوا على ميزانيه المديريه صديق دروك لي تيكست دابليكاسيون راهم في طور الانجاز. هاد الشيء هو اللي خلى تاخير. احنا نطمنوهم يعني هادي سي اون كيسيون دو طون قضيه وقت مام صديق في الوزاره قال لك قضيه تاع وقت وان شاء الله هاد لونفلوب ان شاء الله يخلصوها 2022 وعندنا جات يعني كذلك مراسله باش نعطوهم ش هي لي بريفيزيون تاع لو موندا سانيتير 2023 سو كيفي هي في راها كيما نقولوا حنايا في طريق قضيه تاع وقت وما يحسن عاونهم زعما تقلقوا مي نتمنوا ان شاء الله يكونوا يعني بصدر رحب ويصبروا وان شاء الله المستحقات تاعهم ما تضيعش.